وخلال المؤتمر أوضح وزير الخارجية أن المباحثات مع ناظره القبرصي تترقت لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين، وأشار شكري إلى أن مصر وقبرص مستمرتان في التنسيق والتشاور حول الوضع في عدد من القضايا الإقليمية المهمة. مباحثاتنا المنفردة والموسعة كافة أوجه العلاقات الثنائية، تحضير للاجتماع القادم للجنة العليا المشتركة، مراجعة التكليفات التي صدرت عن الاجتماع اللجنة المشتركة العليا السابق وما تم إنجازه والجهد الذي يجب أن نبذله لاستكمال كل ما تم توجيه به من قبل القيادتين.